السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هبتدي بس بسؤال جالي كتير، فعشان عاوز أرد عليه ونقفل الموضوع بتاعه. عفوا، الخاص بعملة من رام، تمام. العملة دي ما بتتوزعش مجانا، هي اتوزعت علينا كإيردروب، ادانا ايه أرصدة وحركة خبيثة يعني. هو في نفس الوقت هم قالوا إيردروب في الأول، معنى كلمة تضرب انت توزع مجاني وانا حر في الرصيد ده، انما انت مجمد لي حسابي. يعني ايه مجمد لك حسابك؟ هو مديك فعلا رصيد على المحفظة بتاعتك، بس العقد بتاعها مجمد، متقدرش تسحب او الرصيد بتاعك مجمد، متقدرش تسحب العملة على اي مكان تاني او اي محفظة تانية، حتى مش هقول لك منصة، على اي ما تنقلهم من محفظة لمحفظة صعب، تمام. مجمد ليك 5 اختيارات هو حاططهم لك، هو بيقول لك تو ابجريد يور جينيس ادرس، معاك 5 حاجات. اول حاجه بيقول لك سيت يور جينيس ادريس، هتبيع الحساب بتاعك، تمام، وده بتدفع له فلوس مش ببلاش، تمام، ومبلغ كبير، تمام. ابجريد يور ادريس تو ليفل 1 تو ليفل 2، بتعمل حاجه اسمها ابجريد ليفل 1 تو ليفل 2 تو ليفل 3، كل حاجه فيهم لها سعر. يعني مثلا ايه اول حاجه دي بتدفع لها وما تاخدش الرصيد كامل، يعني 3200 قطعه اللي معاك اللي هم عاملين حوالي 3500 دولار دلوقتي ما تاخدهمش كاملين، ده زي تعدين عليهم، بيعمل لك تعدين، خطه تعدين. يعني اللي هو انت بابجريد ليفل دي، يعني مثلا ايه انت دفعت تلت ايثيريوم يساوي كام دلوقتي حاليا؟ ب 450 دولار، يعني تقريبا نقول 150 دولار، تمام. ال 150 دولار دولت انت هتاخد ايه، اكنك عامل زي في موقع تعدين وبيديك ارباح شهريه او يوميه، تمام. والمبلغ لما توصل لاصل المبلغ بتاعك هتاخد برضو نفس الفتره، اكنك بايه بتستثمر في اي موقع، اي تعدين من المواقع المحترمه، تمام. فده ما بيدكش رصيدك كامل. نيجي للخطه اللي بعديها، ابجريد يور ليفل 3، لما تتعلي اكتر هتدفع 3 ارباع اثيريوم، يعني تقريبا حوالي 420 دولار، تمام. وده برضو تعدين بس بيبقى كميه اكبر، كانك برضو زي ما بقول مشترك في موقع تعدين. نيجي بعد كده رابع حاجه، بيقول لك مش تعمل حاجه، دو ناثينج، ما تعملش حاجه، سيب رصيدك، سيب فلوسك زي ما هي، ومش هتستفاد حاجه، ولا هنديك حاجه ولا هتاخد حاجه. هو بيقول لك دو ناثينج، يور كوينز وونت بي مايند، ناثينج ويل هابن، مفيش حاجه هتحصل لك لو ما عدنتش. هو اختصار الكلام انت ما بدكش العمله في ايدك، هما انت بتعدن على العمله وبتاخد ارباحك من العمله من التعدين، اكنك مشترك في موقع تعدين بالظبط. اكن يعني العمله دي بدل ما يعملوا موقع التعدين ويعرفوه للناس، مثلا انا هعمل موقع تعدين واعمل دعايه عنه وهكذا، هم عكسوها، عملوا العمله الاول وبعتوها للناس بس العمله مجمده عندهم وعاوز تكسب منها، لا عدن. طب ما هي موقع، انت مختصر الكلام وقول ان هو موقع تعدين. خامس حاجه بقول لك ديستروي يور ادرس، انت ممكن تخش جوه الموقع وتحرق المحفظه بتاعتك، بس كده، هي 4 و5 الاتنين 1، تمام. بس 5 انت بتحرق العملات بتاعتك، مش عاوزها الشركه بتحرقها وخلاص، انت محفظتك دي كده بالسلامه، مالكش عملات. خلاص، اتمنى الناس تكون فهمت ايه النقطه دي، مش ببلاش، هو ظاهر لك تمن ليها عشان العمله تتباع على المنصه، تمام. عاوز تسحبها تدفع فلوسها، مش ببلاش، مفيش حاجه ببلاش. نخش بقى على اول حاجه معانا، الناس وصلهم ايردروب عمله اسمها ام جي سي، تمام. هتلاقيها وصلت على محافظه ترون، وصلت اول امبارح، فالناس اللي كانت مسجله معايا في الايردروب هتخش تلاقي العمله وصلتهم على المحفظه بتاعته. العمله ممكن تتصرف فيها، تبيعها وممكن تستثمرها. سعر القطعة عامل 31 سنت، تمام. هتستثمرها ازاي؟ اول حاجه هسيب لك لينك الموقع ده، موقع العمله نفسه، تمام. هم عاملين في حاجتين، لا تبيع لا تستثمر، تمام. العمله دي باذن الله سعرها هيبقى عالي، يعني متوقع لها خير، او انا اول مره، نادرا اول لما العملات الترامب تبقى سعرها عالي، بس العمله دي باذن الله تبقى كويسه. المهم هسجل في الموقع ده، وعشان تحط انت هتسحب رصيدك مع المحفظه اللي جات لك من الايردروب، هتسحبهم جوه الموقع سواء كنت هتبيع او كنت هتستثمر، تمام. المهم هنخش هنا اسست، انا لسه الاستثمار مش فاهمه او هفهم قصته، ممكن وانا معاكم دلوقتي هفهمه. هنخش المهم على كلمه اسست، انا دخلت من هنا سجلت، طبعا هتسجل عادي ايميل وباسورد، تخش بعد كده على كلمه اسست عشان تسحب رصيدك من المحفظه، هتيجي على دوبزيت اول واحده، تمام. في حاجتين هنا، في اول واحده عاوزين دي اللي هي دوبزيت، خد بالك في 3 اختيارات، في التي اس دي وفي الايثيريوم، تبقى خد بالك ان يكون معلم على دي، تمام. هتاخد العنوان المحفظه ده تنسخه وتبعت العمله اللي جات لك في محفظتك، تبعتها على العنوان ده، تيجي ايه عامل سند تو، تبعتهم للموقع هنا اهو على المحفظه دي، دقيقتين بالظبط هتلاقيهم وصلوا، تمام. بتيجي انت لو عاوز تبيع، وهنا السويب، السويب اهو، تمام. ادي مثلا انا معايا كام قطعه، 45 قطعه،
تمام، 45 قطعة، 8 قطعة 1 سنت هيحولهم لي، واللي هيخصم فيه ضريبة 10%، يعني هيرسوا على كام؟ 14 دولار و17 سنت، تمام. ده اللي سويب التحويل، هيحولهم لي اليو اس دي تي، ومن اليو اس دي اقدر اسحبهم. انا مجربتهاش لسه، بس هي دي فكرتها، هي بسيطه مش محتاجه بتاع ايه فقاقه. ده اللي انا واضح قصادي، بحط الرصيد، انا سحبت الرصيد، بحط عدد القطعه وبعمل لها سويب بيحولها لي، تمام. ده جوه موقع العمله نفسه. في الاستثمار، فين الستاكنج بتاع؟ انا شفت كلمه ستاكنج عشان كده انا سحبتها. فين كان في حاجه انا شفتها هنا، في ستاكنج انفستمنت باكج اهي، استثمار، نخش عليها، تمام. دي باقات تقريبا، انا ممكن مش عارف تقريبا بالاستثمار، انا معايا 45. لا هحاول افهمه اكتر دي قبل ما افتي معاكو، تمام، هتوضح لي اكتر، تمام، بحيث ان انا ابقى واضح الدنيا. احنا كده شرحنا البيع، حتة الاستثمار فيها انا هحاول افهمه اكتر، ايه هعيش مع نفسي فيها، عشان انا شايف ان اقل مبلغ 100 دولار تقريبا، فلازم ابقى مكمل فهفهم القصة اكتر، لو فيها مبلغ اقل هوضح برضو للناس، وتمام. زي ما قلت من اسيست وبتعمل سويب، انا بسيب لكم اللينك حاولوا تشتغلوا عليه. نيجي بعد كده للموقع ده، الموقع ده انا الحمد لله من سنة، بس انا كسل شوية ما جمعتش غير 800 عملة، في الناس اللي مسجلة تحتها بسم الله ما شاء الله اللي عدى 2003 وحاجات زي كده. فكرة مبدئيا كده العملة هيتم يعني الناس تقدر تتحكم في الأرصدة بتاعتها في شهر 3 2021، تقدر تشتغل عليها من دلوقتي. انت من دلوقتي بتعمل كل يوم 6 دولار، يعني انت البرنامج، فكرة القصة دي او العملة دي اللي هي باي نتورك، ان انت بتنزل برنامج موبايل وبتعاد تفتح البرنامج، بتسيبه في الخلفية وبيعدل لك، بيعمل لك في اليوم بما يعادل 6 دولار، تمام. يعني في الشهر، يعني مثلا كل 10 ايام ب60 دولار، في الشهر 180 دولار. هنقول لغاية لما يجي لنا شهر 3 ونقدر نستقبل العملة ونقدر نتحكم فيها ونبيعها. بتتباع على منصة حاليا، ده منصة واحدة بس، تمام، وموجودة على كوين ماركت اللي هي اسم، بس مفيش تفاصيل عن العملة. تمام، الاصدار بتاعها ونقدر نتحكم فيها على حسب ما الشركة اعلنت شهر 3، وهو عملوا تحديث هنتكلم عليه النهاردة، لازم تكون عشان تقدر الناس اللي كانت مسجلة قديمة، حتى الناس القديمة لازم تفعل رقم موبايلك ويتفعل الفيس بتاعك. الفيس ده كانت من فترة وانا قلت للناس عليه، دلوقتي حاليا لازم تفعل رقم موبايل. هنيجي بس اول حاجة هنتكلم بالنسبة للناس الجديدة، انت هتسجل، هتيجي هتدوس هنا على كلمة داونلود اي بي، تمام، هتفتح طبعا اللينك اللي عندك على الموبايل، هتحمل البرنامج بتاعهم وتخش تسجل فيه. بعد التسجيل بتفتح البرنامج كل يوم كده، بتسيبه في الخلفية هو بيعدل مع نفسه، البرنامج ما بيستهلكش الموبايل عامة، ما تقلقش، يعني استعماله خفيف جدا للموبايل، اكنه زي اي تطبيق زي الفيس، اي حاجة موجودة في الباك جراوند، تمام. الحاجة التحديث اللي انا اتكلمت عليه انا شارح ايه في الجروب بتاعي، ده لينك على الجروب بتاعنا شارح فيه التفاصيل. لا مش هي دي، لا دخلت انا على حاجة تانية، تمام. دي البوست اللي انا عامله على التليجرام، بسيب لكم برضو لينك البوست في عشان يشرح لكم يوجهكم على طول الخطوات، وهشرح الخطوات من هنا. مبدئيا زي ما قلنا ده لينك تحميل الايه البرنامج، بتخش وبتحمله على الموبايل، بتسجل عادي بدون اي مشكله، واستاذنك يعني فضلا يعني وليس امرا، هتستعمل الكود ده اللي هو كلمه ماكس اول، هتستعملها ككود احصائي بحاله، تمام. احنا الاتنين بنستفاد من الموضوع، انت بتستفاد رصيد وانا بستفاد رصيد. هنيجي بعد كده الجزئيه الجديده بالنسبه للناس اللي كانت مسجلة والناس الجديدة برضو تخش تعملها. هتخش هتلاقي في البرنامج على الشمال من فوق اللي هي القائمة الرئيسية، هتدور على حاجة اسمها كلمة بروفايل، هدوس على بروفايل، تمام. هتختار رقم تليفون، هتدوس على كلمة تليفون، هيديك يطلب منك كود الدولة، تدخل كود دولتك مثلا مصر، تكتب رقم الموبايل بتاعك وتدوس فيفر، تمام. فيفر أهم حاجة قبل ما تعمل الخطوة دي لازم يكون في رصيدك في الموبايل 2.5 جنيه على الأقل، تمام. هتدوس فيفر، هيقول لك اختار 5 دول، اختار لي 5 دولة من الخمسه الموجودين قصادك عاوز الرساله توصل له، انت بتبعت زي رساله واحده من الدول الموجوده قصادك، هتلاقي امريكا، اسرائيل، ما اعرفش، اختار امريكا، بتاعت امريكا هي اسهل واحده، تمام. هتدوس كلمه، هتختار امريكا، تدوس كلمه فيفر او اديت، هتلاقيه هو محولك على الرسائل، على الرسائل اللي موجوده عندك على الموبايل، رساله جاهزه هو هيحولك عليها على طول. هتدوس كلمه سند من عندك، مفيش اقل من دقيقه هتلاقي ايه جات لك، هو هتلاقي البرنامج عمال يلف كده في انتظار الرساله ترد تاني عليه، يعني انت مجرد ما هتدوس سند مسج من عندك من موبايلك انك بتبعت رساله عاديه،
هتلاقي بعديها بأقل من دقيقة البرنامج بقى ظهر معاك بالشكل ده، هتاخد علامة الصح وخلص. تاني خطوة لازم تعملها تفعل الفيس بتاعك، بتحط لينك البروفايل الفيس بتاعك وبتربطه بالبرنامج، بس كده ده المطلوب منك. ولو ما كنتش حاطط فيه باسورد قبل كده، الناس القديمة اللي ما كانش حاطط باسورد تحط باسورد بس. تمام، الثلاث خطوات دولت مهمين للناس القديمة بالذات عشان هم مسجلين وناسين العملة. خلاص بإذن الله العملة دي هيبقى لها شأن، حاولوا تشتغلوا عليها برضو، الناس اللي كانت نسيتها ترجع تاني تشتغل عليها. كلها كام شهر هانت، احنا بقالنا كتير شغالين عليها وجمعنا منها، الناس اللي جمعت منها وربنا يبارك لهم. وبإذن الله وقت البيع أو وقت مثلا ما تنزل التداول هنفكر الناس كده. ايه، خلص نسيبك من الصورة دي بقى. في حاجة تاني، احنا قلنا فيفر موبايل، تمام خلاص. كده تمام خلاص، بتفعل ان تفتح انت بقى برنامج الموبايل كل يوم، وبتحاول تروج لرابط الحالة بتاعك عشان يزودك رصيد. البرنامج بيعدل لك كل يوم بما عدا $6 او 6 قطع من العملة، قطعة واحدة من العملة بتتباع ب1 دولار. نخش بقى على اللي معانا الجديد، الدروب اللي بعده برضو هسيب لكم اللينك على ايه، او شورت لينك للمقالة نفسها او للبوست على التليجرام. الدروب ده او البونص ده هو هيوزع 10 مليون قطعة من عملة الـ ADB. تمام، العملة دي بيعها سهل وبتباع على منصات مهمة، من ضمنهم كوين كي كوين وايديكس. تمام، الايردروب ده مضمون 100% مفيش اي كلام. انت مبدئيا فكرة الايردروب ده او البونص ده بناخده ازاي، انت بتحمل اداة بتنزل على المتصفحات، بتنزل 2 اداة، الاتنين اداة تابعين لنفس الشركة. تمام، اللي هي شركة اي دي بي نفسها. تمام، واحد اد بلوكر وواحد ايه زي محفظة للعملة كده. الاداة دي او الاداتين بينزلوا على اي متصفح، بس اسهل متصفح تنزل عليه على الفايرفوكس، وبتنزل هنا برضو على جوجل كروم، بس على جوجل كروم محتاجة شوية شغل اكتر، فانا هشرحها الاول على فايرفوكس وهوضحها كده ببساطة على ايه على جوجل كروم بتضيف الاداتين ازاي. اول حاجة هتلاقيني سيب لك اللينك ده، ده لينك تحميل الاتنين اللي هما الاتنين اداة. تمام، هيفتح معاك، انا هشرحها على الفايرفوكس، هيفتح معاك بالشكل ده. تمام، او انت دايس كلمة داونلود تكون فاتح مثلا الفايرفوكس بتاعك، انا بقول لك افضل الفايرفوكس، هشرح لك برضو على جوجل كروم. تمام، هتيجي تنزل اول اداة اللي هي اد بلوكر، ده برنامج منع الاعلانات، وتاني اداة المحفظة على جوجل على فايرفوكس، الاتنين هينزلوا بدون اي ادنى مشاكل. تمام، وهتلاقيهم ايه ظهروا معاك في فايرفوكس كده. انا هحاول ايه انزل ايه، ادي الاداة الاولانية دي المحفظة، ودي الاد بلوكر. الاد بلوكر مش محتاج تسطيب، مش محتاج حاجة تعمله جواه، انما المحفظة محتاجة شغل. خلاص تنزلت المحفظة، اول حاجة بيديك كلمات مفتاحية بتحتفظ بيها، وبيديك بقى انت بتدخل الباسورد بتاعك بتحتفظ بالباسورد، كل ده احفظه في ملف تكست واحد. تمام، وبعد ما بتحمل المحفظة بيطلب منك الكي واي سي. الكي واي سي سهل، اللي هو اسمك الاول واسمك الاخير، الدولة، بترفع له حاجتين، صورة للبطاقة وصورة سيلفي مع البطاقة. تمام، بدون تاريخ بدون اي حاجة، يا اما الباسبور، يبقى صورة البطاقة او الباسبور وصورة سيلفي مع البطاقة او الباسبور. تمام، بيطلب منك يعني في اول حاجه المحفظه ما بتحملها، بيطلب كانك بتسجل في محفظه عاديه، كلمات مفتاحيه، باسورد المعتاد بتاعنا، وبيديك طبعا في الاخر رقم محفظتك. وده شكل الاداه من جوه. فيها 4 حاجات، 4 خانات، ترانسفير دي نقل الرصيد ملناش دعوه بيها، احنا معاك كود الاحاله بتاعك بتروج له. 6 السيتنج اللي هي المحفظه من جوه ده. في خطوه، اخر خطوه في المحفظه وانت بتسجل بيطلب منك محفظه عشان يبعت لك عليها الرصيد، هتستعمل محفظه ماي ايسر والت العاديه. تمام، يعني هنا انت اول حاجه بديك كلمات مفتاحيه، بيطلب منك باسورد، اخر خانه اخر حاجه بيطلبها منك قبل الكي واي سي بيقول لك حط لي رقم محفظه اي تي اتش عشان يوصلك على الرصيد. المحفظه اللي هتحطها لا اما محفظه ماي ايثر والت، لا اما ميتا ماسك، لا اما تراست والت. تمام، اي واحده من الثلاثه. تمام كده احنا ايه خلصنا ايه اول جزئيه من الايردروب. نرجع تاني للبوست بتاعنا، هنيجي لو انت هتستعمل الموضوع ده في موبايل يبقى تحمل البرنامج ده. تمام، البرنامج ده متصفح بيقبل، المتصفح ده هو الوحيد اللي بينزل على الموبايل يقبل ان انت تنزل الاثنين اداة دولت. تمام، ده لو انت هتستعمل موبايل، مش هتستعمل جهاز ديسكتوب او ايه او لابتوب. تمام خلاص نزلتهم، هتيجي تلاقيني سيب لك الفورم ده اخر حاجة، ده فورم. الفورم ده تفتحه، ده هو الاردروب نفسه. على فكره انت تحميلك للمحفظه واستعمالك الاد بلوكر ده بتاخد منه رصيد، يعني ده فلوس كده على جنب، ولو جبت حالات ده فلوس على جنب، ده بره كل ده بره الاردروب اللي انا بتكلم عليه. الاردروب عباره عن مهمه بسيطه، هتيجي هنا هتستعمل هتعمل البوست، لو الصفحه دي هتعمل لها فولو، واول بوست تعمله لايك وشير، لايك وكومنت، يعني مهم شغل في الصفحه. تمام، بعد كده
تيجي تحط هنا يور بليد كاونت نمبر، هو بيديك هنا تمام. فين فين ينفو تقريبا؟ لأ مش دي برضو، لأ انا عاوز ادور على stop setting. الرقم ده هو ده account number تمام. بتاخد الاكونت نمبر ده وتحطه في اول خانة. يور والت اي دي، حط له رقم محفظة مايسر والت، ده انا حسب فهم انا شايفها كده تمام، عشان دي المحفظة اللي انا حطيتها له عشان استقبل عليها العملة. تالت حاجة بيقول لك اسمك على الفيسبوك، هتحط له اليوزر بتاعك على الفيسبوك. تالت حاجة الايميل بتاعك عشان ايه يراسلك لو في حالة ان هو يرسل لك رصيد، ويكون نفس الايميل انت سجلت بيه تمام. المحفظة برضه بتتطلب ايميل اللي هي الكريبتو دي تمام. يبقى دي طريقة تسجيل كده في الايردروب وازاي نشتغل عليه. وعلى فكرة انت هتستفاد من المحفظة. الاد بلوكر بيحول لك رصيد، يعني اي الاد بلوكر شغلته ان هو اي مثلا اعلانات بيمنحها، ولما بيمنع لك اعلانات كتير بيحول لك ده في صورة رصيد بيروح لك هنا جوه المحفظة دي. المحفظة الرصيد بتاعك هينزل مجرد ما التفعيل ايه يتأكدوا منه دلوقتي انظر تحت المراجعة، مجرد ما يخلصوا المراجعة بتاعتي هلاقي اتفعلت والرصيد ابتدى يعد معايا ايه فلوس. العملة بتتباع على فكرة. نيجي لو انت هتحملها على متصفح جوجل كروم تمام، هتختلف اختلاف بسيط بس في حاجة واحدة. هاجي هنا هدوس داونلود، نفس القصة بالظبط تمام. هاجي هنا هنزل أداة اللي هي الاد بلوكر، بينزل عادي على ايه جوجل كروم. التركة في هنا في المحفظة بتاعت الكريبتو بتاعته، دي عبارة عن ملف مضغوط بتنزله بتفك الضغط عنه تمام. وبتيجي هنا انت هتضيف بقى هتضيف الاكستنشن ده عن طريق حاجة اسمها ديفلوبر. تفتح اول ادي جوجل كروم، هتدوس على كلمة مور تولز، هتدوس على كلمة اكستنشن. لو دي مش متفعلة عندك، لو دي مقفولة كده افتحها تمام. هتدوس لود ام باكيت، تمام هعتبر ده الملف المضغوط، هفتحه والحاجه اللي جواه اعلم عليها وادوس ايه سيلكت، هيحمل لي الاداه. هتلاقيه حمل لك الاداه ونزلها لك فوق هنا عادي ايه زي ما نزلها في ايه في المتصفح بتاع فايرفوكس. دي بس الفرق البسيط، انت بتدخلها مانوال عن طريق جوجل كروم، لازم تدخلها مانوال، هي ما بتسطبش نفسها بنفسها زي الفايرفوكس، عشان كده قلت لك الفايرفوكس اسهل تمام. عشان انا شغلت عليه هنا وهنا الاثنين واحد، مفيش اي مشكله والبرنامج امن مفيهوش مشاكل تمام. نخش على اللي بعده. نيجي للدروب ده، الدروب ده خاص بعملة، عملة موجودة على كروم ماركت كاب والعملة مضمونة. الدروب فيه تركة واحدة تمام، هسهلها بالنسبة لكم وهتكلم عليها دلوقتي تمام. الدروب يبتدي معاك كده بستارت تمام، بعد كده كلمة الدروب تاسك. المهام بتاعتنا كالتالي، هو بيطلب منك تتحمل المحفظة بتاعته تمام. ما دي محفظة العملة، يا اما تحملها على الاندرويد يا اما تحملها على الايفون تمام. لو مش غير متاح بالنسبه لك القصه دي فهنخليها اخر خطوه. انت ممكن تجيب اسم العمله، العمله دي موجوده على تراست والت، ده لو انت غلبت خالص. الموضوع سهل يعني، انت تحمل المحفظه بتاعتهم. الدروب ده يستاهل تمام، يعني مضمون وبيدفع فعلا. هو عشان الناس تبقى عارفه الدروب ده مش هيدفع لكل الناس، هيتم باختيار 40 عشوائي بس، ال 40 اللي هياخدوا الرصيد هيتنغنغوا. هو بيوزع 800 يورو تمام، مبلغ كبير. مش شرط على فكره، الاختيار مش بالحالات، الاختيار عشوائي تمام. يتم اختيار 40 راندملي يعني عشوائي دولة المحظوظين. فممكن يبقى انت انا حد تالت، ربنا يكرمنا جميعا تمام. فالمهم انت هتنزل المحفظة، غلبت خد رقم العملة او يعني عنوان المحفظة من تراست والت تمام، بس يفضل محفظة العملة تمام. المهم هتنزل المحفظة ما بيقول لك، وبعد كده نيجي للمهام بتاعتنا، ننضم جروب تيجرام، فولو على تويتر، اول بوست لايك وريتويت مع كومنت واضافة 5 تاج من الاصدقاء تمام، بعد كده سبسكرايب على اليوتيوب، بعد كده انضمام للجروب تيجرام بتاع السبونسر تمام. بعد كده هنقول له ايه ريجستريشن، هتلاقي كلمه ريجستريشن هتدوس عليها. هتدخل اول حاجه تحل الكابتشا، هنا الكابتشا بيديك اسم الكلمه وتدور على الصوره بتاعتها. هنا كلمه جيم باد اللي هي دراع اتاري ده، اخترت الكلمه دي تمام. بيقول لي ايه الايميل بتاعك، حطيت له الايميل بتاعي. بعد كده رقم محفظه العمله، قلت لك لو غلبت هات من تراست والت، بس يفضل انت تنزلها ايه المحفظه الخاصه بيه تمام. نيجي بعد كده بالنسبه لتويتر، بيقول لك حط لي لينك البروفايل بتاع تويتر. بعد كده بيقول لك حط لي لينك بروفايل القناه بتاعه يوتيوب.
بعد كده بيقول لك انت انضميت لجروب تيجرام الاضافي يس او اي هاف جوينت لتويتر، هتقول له اي هاف جوينت دي ده صفحه السبونسر بتاع تويتر، هتخش برضه تعمل له فولو لايك وريتويت للبوست تمام، وتقول له اي هاف جوينت. بعد كده خلاص ده الرصيد بتاعك، بيقول لك 800 قطعه يتوزعوا عشوائي، بتاخد رابط الاحاله بتروج ليه برضو، احتمال يكون بيزود الله اعلم، ما اعرفش الفكره بتاعت الاحالات، بس هي مش فارقه، هو كده كده اير دروب مضمون ده مبدئيا، بس هم عاملين ايه التوزيع عشوائي تمام. نخش على اير دروب اللي بعده، ده اير دروب بسيط برضو خاص بعمله اسمها كيبي تو ار، هي مختلفه عن في عمله شبيهه تانية اسمها كيب تو ار، يعني الاثنين تقريبا الاسمين متقاربين مع بعض وتقريبا نفس السعر، بس الايردروب ده فرق عن التاني الاولاني، هيوصل لنا تقريبا خلال الشهر ده هيوصل باذن الله في شهر واحد، بس ايه العمله صادقه، ثمن القطعه الواحده بتساوي 20 دولار ده القطعه الواحده. الايردروب بيطلب منك انضمام لجروب تليجرام وفروع على تويتر، وبس صبح كده بتحط له الاسباب بتاعتك ورقم محفظه مايسر والد، وبتروج رابط الاحاله، ده كده الايردروب بكل بساطه. نخش على اللي بعده، اير دروب ده خاص بعملة اسمها يوفي وورلد، التوتال سبلاي بتاعها قليل، انا اول مرة اشوف التوتال سبلاي قليل او كده، العملة ويف على ما بيقول لك تمام، بيقول لك ان التوتال سبلاي بتاعها 3 قطع بس، اسف 333 قطعة تمام، بيقول لك ان بتتم تداولها على منصة ويف اكسشينج تمام، فالتداول مضمون معانا، ثمن القطعة الواحدة بيساوي 225 دولار، هو هيدينا منها 2,500,000 ساتوشي، يعني مش هناخد قطعة هناخد 2,500,000 ساتوشي، يعني تقريبا بيساوي حوالي 25 دولار تقريبا او حاجة زي كده تمام. والحالة بديك عليها 1,000,000 ساتوشي تمام. ننزل بعد كده نشوف المهام بتاعتنا، انضمام لجروب تليجرام اول وتاني، فوق على تويتر اول بوست لايك وريتويت مع 10 تاج من الاصدقاء، ده طالب كمية كبيرة جدا تمام. هنحط له يوزر التويتر يوزر التليجرام كاثبات، بعد كده لينك بروفايل التويتر تمام، بعد كده رقم محفظة الويف بتاعتنا، وللناس الجديدة اللي معانا مش عارفة محفظة الويف تقدر تجيبها، تقدر هتلاقيني سايب لكم في الديسكريبشن من ضمن المحافظ المشروحة محافظة الويف، ترجع للشرح بتاعها وننزلها تمام. رابط الأحالة بعد كده بتروج لإيه، رابط الأحالة بتاعك اير دروب بإذن الله إيه صادق بنسبة كبيرة. خش على اير دروب اللي بعده، اير دروب ده خاص بعملة اسمها ماستر بيس نتورك أو ام بي ان اختصار العملة، بيقول لك ان واحد قطعة من عملة ام بي ان بيساوي 2 بي ام بي ان، اللي هي يعني سعر القطعة حوالي 50 دولار تقريبا او 55 دولار تمام، احنا هناخد نص قطعة يعني بنتكلم في حوالي 27 دولار تقريبا، يبقى الدروب ده في 27 دولار. المهم المطلوب مننا كالتالي، دوس له كونتينيو، اول حاجة بيقول لك اعمل لي فولو على تويتر، واول بوست لايك وريتويت وتحط له اليوزر تمام تمام بعد كده المهمة اللي بعديها بنحط له بنعمل له فولو على ميدم وبنحط اليوزر تمام، فولو على ميدم زي ما قلنا، وبنحط اليوزر الميدم بتاعنا، المحفظه اللي هنستعملها هنا اسمها باين سمارت شاين، يعني معناها اختيار من الاثنين، لا اما ميتا ماسك متفعل لها الشبكه زي ما قلنا قبل كده، لا اما تستعمل المحفظه اللي انا قلت عليها في الحلقه اللي فاتت اللي هي محفظه باين سمارت شاين نفسها، اللي هي محفظه بتنزل على المتصفح، انا حاططها في شرح الفيديو اللي فات، عباره عن اداه بتنزل في جوجل كروم تمام، ادي المحفظه بتستعملها، بتستعمل اللي اولها 0x، معاك هنا جوه المحفظه دي محفظتين، محفظه البي ام بي العاديه ومحفظه الايه اللي هي باين سمارت شاين تمام، دي او دي احنا انا اسف هنستخدم احنا باين سمارت شاين اللي هي دي تمام، اللي اولها 0x المحفظه تمام، هنحط المحفظه بتاعتنا وبعد كده رابط الاحاله بتاعك وبتروج للاير دروب. خش على اللي بعده، العملة دي من عملات برضو السمارت شاين اسمها بي بي سي اس، اللي هناخد منها واحد قطعة تقريبا 5 قطع يا ربي بحوالي 55 دولار. المهام بتبتدي معانا كالتالي، هتدوس له ستارت، انا شرحته قبل كده بس اعيده تاني، مهم الدروب ده حل الكواشن، في كذا حكيت انا شوية في الاول كده وبعد كده ظبطت معايا تمام. المهم هنيجي هنا هننضم جروب تجرام ده ونضم الجروب تجرام ده وده برضو، بعد كده فولو على تويتر اول بوست لايك وريتويت، اليوتيوب اثباتاتنا ندوس له كلمه بروسيسد او ستارت تاسك وبعد كده الاثباتات، بالنسبه للتليجرام هو بيتاكد منهم مجرد بس انت بتدوس له على كلمه بروسيد، تويتر بتحط له لينك او يوزر التويتر، بالنسبه للريديت بتحط له يوزر ريديت، بالنسبه لليوتيوب لينك بروفايل، بعد كده رقم محفظه باين سمارت شاي تمام.
نخش بعد كده على اللي بعده. الايردروب ده خاص بعملة اسمها يوفي كلايم، الاخصار بتاعها YFIC. تمام، هم بيوزع الايردروب بيوزع حوالي 8000 قطعة، ده على مجموع الناس يعني. المهام بسيطة جدا، او كل القصة بتعمل له فولو على تويتر وتحط له يوزر تويتر بس، اول بوست تعمل له كور تويت برضه. تمام، هو الطالب هنا اهو، اول بوست تعمل له كور تويت وترجع تحط له اليوزر بتاعه، ولا جروب تليجرام ولا غيره. تمام، بعد كده بتحط لهم محفظة، هنا محفظة ترون، يبقى المحفظة اللي بنستعملها محفظة ترون، وتروج رابط الحالة بتاعك. ده كده اردروب بكل بساطة. تمام، ده يعتبر كده، لا لسه معانا اردروب تاني، لا معانا كام واحد. اردروب الخاص بعملة ايرنو، الدروب ده بيدينا 100 قطعة من التسجيل، مجرد تسجيل بس. تمام، بيديك 100 قطعة من تسجيلك و 100 قطعة على كل حالة. هم عامة هم مسعرينه ان قيمة قطعة ب $100. تمام، فتأملنا ذلك، هو الدروب صادق عامة، انما سعر العملة الله اعلم، هي نفس $100 اقل ازيد، هنشوفه بعد كده. حاليا احنا بنسجل وبنروج رابط الحالة بتاعتنا لا اكثر ولا اقل، مفيش امهام ومفيش اي حاجة تاني. تمام، الايردروب او الموقع احتمال كبير ما يفتحش بالنسبة للناس اللي في مصر، ممكن يكون محجوب مثلا في مصر، فانت اشتغل بالفي بي ان. تمام، استعمل في بي ان عشان الموقع يفتح معاك، لان سيب لك اللينك، لو اللينك ظهر قصادك ان هو بايظ، هو مش بايظ، هو كل القصه عاوز في بي ان. تمام، خش على اللي بعده. نيجي للدروب ده K33B. تمام، الناس عشان ما تتلخبطش، في 3 ايردروبات اسم العمله متشابهين مع بعض بس مش نفس الاسم، في اللي هو كيب وفي K33B، ده ايردروب كل واحد فيهم مختلف عن التاني. تمام، الايردروب ده عبارة عن هيديك 250 قطعة ب$25. تمام، وكل حالة بتجيبها قطعة واحدة من العملة تقريبا. everyone friend who joins، لا 15، لا بيديك على كل حالة 150 قطعة، يبقى على حالة 150 قطعة ب$15. تمام، المهم هنيجي للمهام بتاعتنا، ننضم جروب تليجرام ونحط اليوزر، رقم محفظة ماي ايثر والت، يوزر تليجرام بتاع صاحب الحالة، فاستأذنك يعني فضلا هتحط اليوزر الخاص بيه هنا. تمام، نخش على الايردروب اللي بعده. الايردروب ده مكون من جزئين، الايردروب مرتبط بمنصة والايردروب صادق مضمون، ده الايردروب مضمون 100%. الايردروب اول جزئية فيه بنسجل في المنصة اللي احنا واقفين عليها، اللي هي منصة بيت ويرد، تفعيل وثائق غير مطلوب، وكده كده تفعيل وثائق مش هيتم هنا عشان هو تفعيل وثائق لثلاث دول بس، كوريا واليابان والصين تقريبا. تمام، بس مطلوب منك بس تقدر تسحب رصيدك، رصيد اللي هيوصلك تقدر تسحبه، مفيش اي مشكله. على فكره الناس عشان تبقى فاهمه بس موضوع تفعيل وثائق، في 99% من المنصات تفعيل الوثائق لسحب المبالغ الكبيره بس، انما تقدر تسحب اي مبلغ تاني. تمام، بعض المنصات قليله جدا هي بتشترط لازم تفعيل وثائق عشان اي سحب تعمله، بس دي قليله جدا ونادره جدا، وحاليا ما بقتش موجوده. يبقى اساسيك ان انت سحب المبالغ الكبيره، هو ده اللي بيطلب تفعيل وثائق او بونص، لو المنصه عامله بونص بشرط تفعيل وثائق، ده حاجه تانية. تمام، عامه المهم اول جزئيه في الايردروب هتسجل في المنصه، بعد كده الايردروب نفسه عباره عن بوت تليجرام، بيفتح معانا كالتالي. هو بيقول لك ان هو احنا هناخد 1000 قطعه هيوصلوك على المنصه، ثمنهم $12 بالاضافه $2.44 لكل حاله. تمام، هنيجي بعد كده، ثانيه واحده اكتم الصوت ده. تمام، هنيجي للمهام بتاعتنا، هندوس كونتينيو. اول حاجه بيقول لك سجل في المنصه، بعد كده انضم جروب تليجرام اول تاني، فولو على تويتر، ونركز هنا مع بعض. هنعمل فولو على تويتر، اول بص هنعمل لايك وريتويت مع التلاته تاج مع الهاشتاج ده، تاخد الهاشتاج ده كده 1 2 3، 3 هاشتاجات دولت هتعمل بهم تحطهم في البوست بتاعك او في الريتويت بتاعك. هنيجي للاثباتات، هتقول له سب ديتيلز، هتحط له اول حاجه الايميل اللي انت مسجل بيه في المنصه، بعد كده بالنسبه لجروب تليجرام هتنضم وتقول له دن، بعد كده تحط له لينك بروفايل التويتر بتاعك. بعد كده بيقول لك انضميت لجروب تليجرام السبونسر، هتنضم وتقول له دن. صفحه السبونسر برضو هتعمل لها فولو. البوست الخاص بالعمله تعمل له لايك وريتويت وتقول له يس، بعد كده رابط الحلقه بتاعك وبتروج له. ايردروب مضمون 100%. تمام، ده ايردروب منصه مضمون. نخش على اللي بعده. ايردروب ده انا ولا واثق فيه 100%، ولا اقدر ما اقدر اقول لك سكام، بس انا هو يعني عندي كده في مرحله وسط.
تمام. فالمهم احنا مش هنخسر في حاجه، الدروب كل اللي طلبه مننا احنا بنسجل، بيقول لك ان هو هيدينا 1000 قطعه من عمله السي بي اي تمام، وفي انتظار ان هو يفرج عن العمله او يتم تداول عليها، ولو جد جديد برضه هنعرف الناس. هو كل القصه بتسجل وبتاخد 1000 قطعه وبتراجع رابط الحاله بتاعك. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده هو بونص منصه. ده بونص منصه هي بقى لها فتره، العرض قرب يخلص تمام. العرض ده بيدينا لو عملت المهام كلها حوالي 900 قطعة من عملة البي بي اي تمام. انت من تسجيلك في المنصة، تسجيل بس بدون تفعيل، بتاخد 500 قطعة من عملة البي بي. انا سحبتهم خلاص موجودين على المنصة تمام. المهم بعد ما تسجل انت، اهم حاجة بعد ما تسجل تيجي تدوس على كلمة اكونت، بعد تسجيلك دوس على كلمة كلايم ريورد بالنسبة للتسجيل، هتاخد 500 قطعة تلاقيهم اتنقلوا من هنا وراحوا للمحفظة تمام. بعد كده لو فعلت وثائق تاخد 100 قطعة، لو توافق على تفعيل وثائق بتاعتك يعني ابروف، انت لو مجرد رفعك للوثائق تاخد 100 قطعه، حتى لو ما اتقبلتش، اتقبلت تاخد 300 كمان، ادي كده 900 قطعه. على كل حاله بتجيبها بيديك 100 قطعه تمام. بتلاقي الرصيد بتاعك، طبعا انت لازم تدوس كلايم اي حاجه دلوقتي بعد ما تخلصها تدوس كلايم تمام. هتلاقي الرصيد بتاعك اتنقل في الصفحه دي هنا تمام. الموقع لو لقيته مثلا معلق معاك اعمل لوج اوت وافتح تاني عشان الرصيد بتاعك يظهر. ادي ال1000 قطعه موجودين هما تمام. كل المطلوب منك تسجيل، ولو مش عايز تفعل الوثائق ما تفعلش، بس التفعيل بيفرق معاك تمام. ده اخر حاجه معانا كشرح النهارده. هتلاقيني بقى سايب لكم كام اير دروب اللي قرب ينتهي. والمهم واتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم. وقبل ما اقفل في اير دروب انا لسه كنت شرحت لكم المرحله الثانيه منه، بعته على طول يعني الاير دروب اللي نزل امبارح النهارده بعته الرصيد، هو يعتبر المرحله الثانيه من نفس الاير دروب اللي كان وصلنا منه الرصيد قبل كده تمام. ادي وصل كمان 11000 قطعة من عملة FEX، كان 20 قبل كده. الدروب اللي عملتها لسه شغال، المرحلة التانية لسه شغال، الناس تقدر تشتغل عليه، اللي هي اسمها انترفينكس تمام. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.